بارك لك طبعا يا كابتن سيد. النهارده زي ما بنقول النادي الاهلي تصدر بطوله الدوري العام، وبلغه الكوره كده النادي الاهلي ان شاء الله ما بتصدر، بيمسك في البطوله، بيمسك في المركز الاول. شايف النهارده الاداء ازاي رغم الغيابات والاصابات والسفر وحاجات كتير جدا حابين نتكلم فيها، لكن في البدايه شايف النهارده المباراه ازاي؟ الحمد لله، طبعا المباراه كانت مهمه جدا في بدايه الدور الثاني. مباراه بالنسبه لنا ليها اهداف كتير جدا جدا، منها اعتلاء القمه زي ما انت ذكرت، منها كمان ان انت راجع من سوبر، فبالتالي عايز تخش في اجواء الدوري، فده كل ده مهم جدا. يعني النهارده يعني هل انتوا يمكن قلتوا للعيبه ما تبصوش للفرق المنافسه للنتائج للكلام ده، لان بد ان احنا نبص في نتائجنا بس، وده يمكن حاجه مهمه جدا سواء حضرتك بتتكلم فيها او كابتن حسام، اهمنا الوحيد ان احنا نكسب يا كابتن. اساس في الشغل يعني ان انت تبص لنفسك، تبص لايجابياتك وتحاول تعالج سلبياتك، ولو جات لك هديه من اي حد تاني هتقبلها يعني، لكن في الكوره الاساس انت يعني تنشغل بنفسك يعني. كل حاجه ذكرتها دي فعلا انت قلت يمكن يعني لو دي ما اتشافتش ايه اللي ممكن يتشاف بعد كده؟ الحقيقه يعني عدت عليا كتير قوي في كره القدم، عدت عليا حاجات كتير قوي قوي، لكن دي بالذات مش عارف يعني. كره مروان محسن هل هي جون ولا لا؟ مش عارف يعني، هل هو احساس ان هو برده جايبها من جوه؟ لكن دي البنالتي ده يعني لو دي ما اتحسبتش على بعد خطوه من الحكم الخامس، خطوه واحده بس، او الحكم الرابع او الحكم اللاين مان او الحكم الاساسي، لو دي ما اتشافتش ايه اللي ممكن يتشاف؟ يعني ايه الحاجه اللي ممكن تبقى يعني واضحه اكتر من ديت يعني؟ وبعدين هرجع اقول يعني الكوره عباره عن تفاصيل صغيره. مباراه الكوره اي حد مهني او حرفي هيعرف ده كويس، ممكن تبقى متسيد زي النهارده من الثانيه الاولى للثانيه الاخيره، لكن يعني تيجي حاجه تقلب الموازين، كره ثابته، شوطه يعني ضله، اي حاجه ممكن تقلب لك الجيم خالص. فيعني التفاصيل الصغيره دي بدل ما تبقى فرق اتنين تبص لنفسك متعادل وما فيش فرق، فاعتقد ان ده لازم يتحط في الحسبان يعني. ارجع اقول بس حاجه مهمه جدا ليا وللعيبه ولكل المنظومه عندنا في النادي، الشغل لسه بدري جدا جدا جدا، عندنا مشوار لازم نكمله، والواجب بتاعنا محدش يعمله غيرنا احنا، احنا اللي عندنا الواجب بتاعنا، فاحنا اللي لازم نأديه. عندنا مشوار طويل في الدوري، عندنا مشوار في الكاس، عندنا مشوار في افريقيا. مباراة المقاصة اكيد الاستعداد هيكون على نفس هذا المستوى، شايف مباراة المقاصة ازاي والفترة اللي جاية بالنسبة لنا كابتن سيد عاملة ازاي؟ بكرة هنستعد ليها، هنشوف كابتن حسام البدري بالبرنامج بتاعه، لكن مباراة زي اي مباراة طبعا مع فرقة كويسة ومحترمة بالتأكيد، وان شاء الله الرحمن نعمل دوافع او نوجد دوافع للعيبة نخش بها باللقاء بشكل كويس، ويا رب التوفيق يكون حليفنا باذن الله. فتحي نطمن عليهم ما فهمش حاجة بس هو كان راحة بس. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، وسعد كمان الحمد لله، شكرا.